كرافت النهاردة هيكون منظم لأدوات المكتب أو مقلمة أو أي حاجة تحبوا تسموها. احنا بس هنحتاج علبة، أي علبة عندنا، علبة كورن فليكس، علبة أي حاجة بس تكون قوية شوية، ونقصها بالشكل اللي أنا وريته لكم دلوقتي. هنختار أي لون من ألوان الفوم جليتر اللي عندنا، ويريت يكون بيلزق، يعني بيلزق من غير ما نحتاج نحط له أي لزق. هنبدأ بقى نحط من غير أي مقاسات، غير كل الكرافتس اللي احنا عملناها قبل كده. هنحتاج بس ان احنا نحط الكرتونة اللي احنا قصناها على شيت الفوم الجليتر، ونبدأ ناخد مقاسات الظهر والجنب اليمين والشمال ومن قدام، وهنبدأ نلزقها بعد كده بعد ما نقصها. كرافت سهل جدا ومش محتاج لمسطرة ولا اي مقاسات خالص، ممكن اي حد يعمله، حتى الاطفال ممكن يعملوه لوحدهم. اهم حاجة نديهم مقص امن، ونبدأ نلزق المقاسات اللي احنا خدناها، وبعد ما قصينا هنبدأ نلزق كل حاجة في مكانها. دلوقتي شكلها بقى شيك قوي، ما بقتش كرتونه خالص. فكرت احط بس في الجزء الداخلي فوم جليتر، بس حسيت ان الجليتر هيبقى كتير قوي. اخترت شيت كانسون اسود، الكانسون الاسود هيليق قوي على الفوم الجليتر السيلفر. ممكن تختاروا اي لون او اي لونين، انتوا ممكن تغيروا الالوان براحتكم. اخدت المقاسات بنفس الطريقه من غير مسطره ولا اي حاجه، بشكل عشوائي بنفس الطريقه اللي عملنا بيها الكرافت من الاول. دلوقتي بس هنبدأ نقص، وهنحس ان في زيادة شوية لانه الجزء الخارجي بيبقى اكبر من الجزء الداخلي. هنبدأ نشوف الزيادة دي ونحددها بالقلم الرصاص ونقصها. هنظبط المقاسات وهنلزق بالجلو. لو عجبتكم نفذوها وبعتولي صور. ما تنسوش تعملولي لايك وشير، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس.